المهم اليوم تقديم العرض ما قبل اول فيلم كازا اوفردوز. انا غادي نسبقكم باش نقول لكم شنو واقع. انا وصلت فين اول فيلم. ها هو اول واحد تلاقيته هو مخرج الفيلم عادل عمور. اخوان يلا مرحبا بكم، العرض غادي يبدا دابا. يلا وصلت. شكرا على الترحيب. المهم دخلنا قلبنا على بلاصه مزيانه باش نتفرجوا في الفيلم. الله الفيلم غيبدا دابا. والله انا المشكل انا تابعين وتنحلوا لك في المشاكل ديالك. المره ديال الزمان عرفتك ما كتبروفيتيش. واخا تيلي بخلص. المهم الفيلم سالا، بغيتوا رايي في الفيلم من بعد. دابا التقديم ديال الفريق اللي شارك في العمل. هذا هو المكان المخصص للتصريحات، كاين المناظر الاعلاميه والممثلين والتقنيين. المهم احنا غادي ناخذ التصريحات ونبداو برابح سقلي، واحد من الممثلين اللي في الفيلم. مرش فراسي، عجبني راسي، كنتمنى من الجمهور حتى هو يجي ويشوف هذاك الشيء كيف ما بغيناه. سمحي لي خلينا نمشى، وخيلا ما عنده ما يقول ولا ما عجبوش راسو، الله اعلم. اجيو نكملوا التصريحات. هذا الممثل القدير محمد خويي اللي كيحترم الصحفيين. نتمنوا انه الجمهور يعني ملي يشوفوا في القاعات انه يعجبو ويتمتع ويجي ليه الجمهور. كان تحدي بيني وبين راسي، انا اصلا كيعجبوني بحال هذوك لي بيرسوناج، وقلت مزيان غنشوف وجيسبيغ انني كنت وافقت فيهم. الحمد لله جيتي ساتيسفايد، وسورتو هذه اول تجربه ديالي في السينما، وجيسبيغ ان الجمهور كيعجبو لي اللي كان عندي. كنت كناخذ مخدرات و كنجرأ ندير بزاف الحوايج اللي ما كنديرهمش انا على بال. كنتمنى من شباب مغربي يعني ولا اللي تفرج في الفيلم ياخذ منه عبره، لان الطريقه هذه ما تتوصل لوالو، تتوصل لها لك. ودابا مخرج الفيلم. الفيلم هو فيلم هادف، بغينا نسترجعوا سينما العائله، بغينا نشوفوا شي حاجه بدون المشاهد الاباحيه القبيحه اللي للجهاز العائله المغربيه. المهم من بعد هاد التصريحات كامله دابا غادي نقول لكم رايي في الفيلم. هو في الصراحه الراي ماشي مهم بزاف، المهم هو نجيو للسينما. غادي نتسناكم تشوفوا الفيلم وتخليوا لي تعليقاتكم عليه. يلا المهم باي باي، تعليقاتكم كتهمنا، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم دائما الجديد.